اهلا وسهلا فيك سيد علي. الله يحييك، شرفنا. ممكن تحكي لي عن سبب اختيارك لمشفى كلينك اكسبرت لزراعه الشعر؟ والله انا جتني اعلانات عليه وتوصلت معهم، والحمد لله وقع الاختيار عليهم من ضمن يعني مراكز كثيره، يعني تواصلت معهم فالحمد لله جيت هنا. كيف كانت تجربتك اثناء العمليه؟ الحمد لله ارتحت، هي راحه نفسيه، فارتحت. انا المركز هنا تعامل جيد، اخلاق عاليه راقيه بوجودكم انتم الطاقم اللي هنا، مترجمين جدا متعاونين، الحمد لله مشت اموري تمام. شكرا لك سيد علي، اهلا وسهلا فيك، شرفنا.